السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع الفصل الدراسي الثاني في مادة التربية الدينية الإسلامية. معنا النهاردة المحور الرابع التواصل، قسم سير وشخصيات. معنا النهاردة أمهات المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. من هي السيدة عائشة رضي الله عنها؟ هي ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول خلفاء الراشدين. النهاردة سنة تانية إن شاء الله هناخد شخصية من أمهات المؤمنين وهي السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مقربة جدا إليه، فهي ابنة أبي بكر الصديق. وسيدنا أبو بكر الصديق هو صديق الرسول وصاحب الرسول ورفيقه في دعوته، وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته ورفيقه، وهو أول الخلفاء الراشدين، يعني الخلفاء الراشدين اللي هم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا في تولية الحكم والخلافة الإسلامية. ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، فنشأت في أسرة مؤمنة، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. يبقى زي ما قرأنا دلوقتي سنة تانية أن السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، فنشأت في أسرة مؤمنة، فكان طبعا سيدنا أبو بكر الصديق في هذا الوقت كان قد آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته، فطبعا كانت الأسرة اللي هي فيها أسرة مؤمنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بمكة قبل هجرته إلى المدينة. وجمعتنا دلوقتي مع سؤال المتفوقين. معنا السؤال الأول بيقول: أجب متى ولدت السيدة عائشة؟ والسؤال الثاني: متى ولدت السيدة عائشة؟ فكر يا صديقي في الإجابة وما تنساش اكتب لي الإجابة في التعليقات. فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها: كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم الناس القرآن والحلال والحرام، وكان كبار الصحابة يستشيرونها في أمور الدين. كانت السيدة عائشة عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة السن، فعاشت مع الرسول وقتا طويل وتعلمت منه ودرست كل شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمت كل شيء كان الرسول يتحدث فيه، وآمنت بدعوته وفهمت الدعوة الإسلامية، فكانت بذلك لديها فضائل من تعليم القرآن وتعليم الناس الحلال والحرام، وكان كمان كبار الصحابة بيستشيرونها في أمور الدين. الصحابة هما صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمعتنا دلوقتي مع سؤال المتفوقين، تعالوا نشوف السؤال بيقول ايه. السؤال الثاني: اكمل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة نقطة الهجرة الى المدينة. تعالوا نشوف السؤال الثاني: تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة نقطة الهجرة الى المدينة. فكر يا صديقي في الإجابة وما تنساش اكتب لي الإجابة في التعليقات. روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. يبقى السيدة عائشة زي ما قلت لكم إن هي كانت تتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين وفهمتها جيدا، حتى أنها روت عن الرسول، أي قالت عن الرسول، أحاديث كثيرة وصلت إلى 2210 حديثا. عرف عنها الزهد والكرم، فذات مرة
بعث إليها معاوية ابن سوفي ابن أبي سفيان 100,000 درهم فقسمتها على الفقراء والمحتاجين ولم تبقي لنفسها شيئا. يبقى يا أولاد زي ما قرأنا إن السيدة عائشة كان لديها زهد وكرم، كانت كريمة جدا وكانت كمان مش محبة للأموال ولا إلى المكانة ولا إلى غير ذلك. حتى الدليل على ذلك أنها في مرة من المرات أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان 100,000 درهم، يعني مبلغ كبير جدا من المال. طبعا المفروض ان هي كانت تستفيد بيه، لكن هي عملت ايه؟ لان هي كريمة طبعا وزاهدة للأموال، قسمتها على الفقراء وعلى المحتاجين ولم تبكي لنفسها شيئا، يعني ما شالتش حاجة لنفسها وما أخذتش حاجة لنفسها منهم. وجمعتنا دلوقتي مع سؤال المتفوقين. السؤال الثالث معانا بيقول: أكمل، كان نقط يستشيرون السيدة عائشة في أمور الدين. تعالوا نقول السؤال مرة أخرى: كان نقط يستشيرون السيدة عائشة في أمور الدين. فكر يا صديقي كويس في الإجابة وما تنساش اكتب لي الإجابة في التعليقات. توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها في رمضان سنة 57 هجرية بالمدينة المنورة. يبقى السيدة عائشة توفيت في شهر رمضان سنة 57 هجريا بالمدينة المنورة. ومعنا التدريب دلوقتي بيقول لي أكمل. رقم واحد: كانت عائشة رضي الله عنها تعلم القرآن والحلال والحرام. أحسنت. عرف عن السيدة عائشة الزهد والكرم. ولدت السيدة عائشة نقط بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أعوام بعد أبو بكر الصديق صاحب نقط ونقط الخلفاء الراشدين. أبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول الخلفاء الراشدين. أحسنت صديقتي. يقول لي: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. بعث نقط رضي الله عنه إلى السيدة عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم، أبو بكر الصديق أم عمر بن الخطاب أم معاوية بن أبي سفيان؟ معاوية بن أبي سفيان. قسمت السيدة عائشة رضي الله عنها الأموال على نقط الفقراء المحتاجين هما معا. هما معا. أحسنت. توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها في شهر نقط شعبان شوال رمضان. رمضان. أحسنت صديقتي. السيدة عائشة هي ابنة سيدنا عمر بن الخطاب أم أبو بكر الصديق أم عثمان بن عفان؟ أبو بكر الصديق. أحسنت صديقتي. وفي نهاية درسنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتوا منه، عرفتوا معلومات عن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ابنة سيدنا أبو بكر الصديق صاحب الرسول ورفيقه وأول الخلفاء الراشدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.